السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في شرح جديد من دورة تعلم إكسبريس دوت جي إس. نكمل إن شاء الله في هذا الفيديو بشرح آخر جزئية في الراوت، وهي الأب دوت راوت والإكسبريس راوتر. لدينا هنا بهذا الشكل index.page. إذن عند طلب الصفحة index سيتم عمل response.sendIndexPage. نبدأ أولا بشرح الـ app.route. الـ app.route تسمح لنا بعمل chainable route handlers لـ route mount. يعني مثلا لدي هذا الـ route الموجود هنا الـ posts. لدي هنا في حالة get سيتم طباعة get posts، وفي حالة الطلب كان من نوع post طبعا على نفس الراوت بوستس سيتم تنفيذ هذا الكود هنا بوست بهذا الشكل. نقوم بالتجربة هنا. لدينا هنا البوست مان، نعمل هنا بوستس ونعمل get. كما نلاحظ get بوستس تم تشغيل هذا الراوت الموجود هنا. الآن نعمل بوست، نعمل send هنا post. تم تشغيل هذا الراوت هنا. لدينا طريقة أفضل للتعامل، يعني عوض عن أن نكتب يعني نقوم بتكرار هذا الكود، نعمل chainable route handlers. لدينا مثلا هنا نقوم بكتابة app.route، هنا نعطيها الرابط أو الباث الخاص بهذا الراوت، مثلا comments. يعني هنا نكتب بهذا الشكل comments هكذا. ثم كما قلنا نعمل chainable، يعني سلسلة يعني مترابطين. كما نلاحظ هنا طريقة الكتابة مختلفة عن الموجودة هنا. لدينا هنا dot get، يعني في حالة دخلنا على هذا الرابط وقمنا بعمل get سيتم تشغيل هاته أو هذا الهاندلر. وفي حالة البوست سيتم تشغيل هذا الهاندلر. نقوم بها التجربة comments، نعمل get send. كما نلاحظ get comments تم تشغيل هذا الهاندلر الموجود هنا. نعمل post send post comments تم تشغيل هذا الهاندلر. هذا هو كان الشرح بالنسبة للـ app.route. لدينا الآن الـ express.router. الإكسبرس دوت راوتر سوف نستعمله كثيرا في مشاريعنا القادمة إن شاء الله. وهذا الإكسبرس دوت راوتر يسمح لنا بإنشاء راوت منفصلة، أي في ملفات لوحدها. وهذه هي الطريقة يعني الجيدة أو البست براكتس للتعامل مع الراوت في الإكسبرس. فمثلا لدي هذا المشروع، هذا المشروع إن شاء الله سيكون التطبيق العملي لهذه الدورة. لو نلاحظ هنا لدينا الراوت قمت بعملها في ملفات منفصلة لوحدها، وطبعا استعنت بالإكسبرس دوت راوتر كما كنت أقول قبل قليل. نقوم بتشغيل npm run start. طبعا هذا المشروع هو عبارة عن CMS، أي نظام إدارة محتوى. كما نلاحظ عندما ندخل على الصفحة الأساسية يتم طباعة لها الوورد. لو ذهبت إلى اللوجن، عفوا لدينا ايرور، ما اين هو الايرور؟ npm run start، عفوا اللوجن لم اكتبها بشكل صحيح. اللوجن بهذا الشكل كنت تلاحظون الراوت تستعمل بشكل جيد. ولدي مثلا صفحة الداشبورد، كما نلاحظ هذه صفحة الداشبورد. اذا هنا انا اهتمت على الاكسبرس دوت راوتر لفصل الراوت في ملفات لوحدها، وذلك من ناحية يعني التنسيق، وايضا من ناحية سهولة التطوير والصيانة فيما بعد.
نعود هنا. كيف نقوم باستخدام الاكسبريس دوت راوتر؟ دوت راوتر نقوم اولا بانشاء ملف باسم مثلا يوزر راوتر. هذا الملف وهذا الملف سيكون مسؤول عن الراوتس اليوزرز، يعني بهذا الشكل اليوزرز. وطبعا اي شيء بعدها كل هذا سيقوم هذا الملف بمعالجته هنا. اولا نعمل require للاكسبرس، وهنا نقوم بانشاء متغير باسم راوتر وهو عبارة عن object من هذا الكلاس express.router بهذا الشكل. ثم هنا كيف نستعمل؟ نقوم باستعمال الان الراوتر او هذا الاوبجكت router.get في حال طلب صفحة get على اليوزر سلاش. هذه الكتابة هنا. طبعا هنا كيف نستعمل هذا الملف في ملف الاندكس؟ فقط نقوم بعمل require لملف الراوتر، اذا في حالتين اليوزر راوتر نقوم بعمل require له. بعد ذلك كيف نستخدمه؟ فقط لدينا هنا app.use، ثم هنا نقوم بإدخال الباث كما قلنا هنا نريد مثلا اليوزرز، وهنا سوف نقوم بتطبيق عليه الراوت التالي اليوزر راوتر، أي هذا الراوت الموجود هنا. إذا هنا app.get كأنني طلبت بهذا الشكل، أي كأنني طلبت بهذا الشكل، عفوا هكذا كما تلاحظون هنا هوم بيج، اي تم تنفيذ هذا الكود الموجود هنا. هنا لدينا مثلا راوتر اخر، في حال انني قمت بإضافة مثلا اي دي بعد اليوزر، طبعا اذا هنا لسنا بحاجة الى كتابة يوزرز. لماذا؟ لانه سبق وان كتبناها هنا. اذا في حال طلب هذا الراوت سيتم عرض لنا مثلا يوزر 1، نقوم هنا بكتابة مثلا 1 وهنا لدينا يوزر 1. إذا هذه هي طريقة استعمال الإكسبرس دوت راوتر. وطبعا في النهاية لا ننسى أن نكتب موديول دوت إكسبورت إيكوال للراوتر أو أي اسم كان موجود هنا. لماذا؟ لكي نستطيع استخدامه في ملف التطبيق او ملف index.js او ملف app.js. والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الشرح. اتمنى ان يكون هذا الشرح سهل وبسيط. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.